ام محمد برايس بشراكه مع صوت حر. احنا في اللوج الخاص بالفنان الكبير ديالنا حميد القصري اللي مشاركنا في الدوره الثانيه ديال افريكانو. اول سؤال سي حميد، اول مره تشارك في افريكانو، في فيستيفال افريكانو؟ اول خطره وي. اول خطره. نتمنوا من الله على ان يكون هذا السبيكتاكل رائع، لان انا ديجا شفتك في بزاف ديال السبيكتاكل اللي هما كانوا في تقريبا في الشمال ديال المغرب، ونظن على ان شنو الجديد ديال حميد القصري؟ الجديد ان شاء الله كنوجد واحد الالبوم جديد ان شاء الله، غادي يكون في شهر 4 ان شاء الله في الاسواق، وكاين حوايج ان شاء الله اللي غادي يكونوا مفاجاه للجمهور على حسب التبدل اللي درت بعد مرصوات اللي هما درتهم جداد من الابداع ديال حميد القصري. نتمنى الله كل الجمهور راضي على هذا الامر. كما كنعرفوا ان حميد القصري تقريبا كيشعل واحد السبيكتار كيكون رائع دائما في جميع الفيستيفالات اللي حضرتي فيهم، ولكن بالنسبه لخارج الوطن هل هناك مشروع يعني مستقبلي بالنسبه للفيستيفال اللي غادي يكونوا خارج الوطن؟ احنا هذه يومين هذه باش جيت من الولايات المتحده، كان عندي تورني في الامريكان ما بين واشنطن ونيويورك، وهذه يومين باش جينا، وجينا ان شاء الله باش جينا فرحانين باش نقدموا واحد العرض للمدينه المحمديه، حيت عارف هاد الناس هادو شويه مقنويين وكيحبوا السيل القناوي وقناويين وكيحبوا كاع الريبرتوار تاع قناوه، ونتمنى على الله يكون هاد العرض هذا يعجبهم ونكون عندهم. شكرا سي حميد، شكرا سمح لينا، لان انت تقريبا ما بقاش لك بزاف باش تكون في لاسين، لو سمح لينا وشكرا. اذا محمد برايس بشراكه مع صوت حر، احنا في اللوج اللي هو خاص بحميد القصري، اذا احنا غنبقاو معاه مباشره في الدخول ديالو. It's a boy and now.